طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. فاصل ونعود إليكم. قضية المنافذ الحدودية، مكتب القائد العام ومكتب رئيس الوزراء داخلين بقوة بالمنافذ. وشوف المنافذ، أنا اليوم رحت زرت المخدرات، لو شوف المخدرات يعني واحد يدق على رأسه. هاي المخدرات 16 مليون حبة تكفي لتخدير الشعب العراقي بأكمل. هاي المخدرات البلد راح ينتهي انتشار المخدرات، وخصوصا استهداف المناطق ذات الأغلبية الشيعية، مثل ما جابوا داعش للمناطق السنية جابوا المخدرات للمناطق الشيعية، طلاب الإعدادية، طلاب الجامعات، المناطق الفقيرة، مدينة الصدر وغيرها، ويطوها ببلاش. سمعنا قلق المساجات طبعاً، وهم تغطى عليها بعض الجهات وتحكي باسم هذا الجهة وباسم هذا الفصيل، وروح هاي بالكراتس انت قريب، وروح افتر وشوف شنو لحاية ومحابس وسبع واقفين بباب المساجات، والمساجات تبيع بها مخدرات وبيها موبقات وتدري دعم وفلوس جهات متنفذة. ثق وشنو بس على أعرف على مستوى قيادات كبيرة بالبلد، عسكرية لو سياسية؟ لا سياسية. من أقول لك فلان شخص فلان مسؤول ده يجيب بسياراته سياراته مضللة ويجيب من الحدود ويعبر بكميات عالية يعني ويوزع. أهلا بكم من جديد. اليوم أريد نتحدث حول موضوع هروب السجناء من سجن القناة شرقي العاصمة بغداد. هذا الموضوع فتح باب التساؤلات والاتهامات للقوات الأمنية والسياسية والجهات السياسية بالتقصير، القوات الأمنية بالتقصير في الجهات أو في المجال الأمني خاصة في هذه الحادثة. هل يعقل أن يهرب سجناء سجن القناة شرقي العاصمة بغداد؟ وكما سوف نشاهد بعد قليل في المقطع، أين هي قوات الشرطة في داخل السجن؟ هل كانوا نائمين دون وجود أفراد من الشرطة تقوم بحراسة بوابات السجن؟ هل يعقل ذلك؟ هل الهروب تم بتواطؤ من أفراد الشرطة داخل السجن أم أنه تقصير وإهمال فقط؟ أغلب الفارين هم من تجار المخدرات، وهذا يعني بحسب ما قاله وكتبه العراقيون على منصات التواصل الاجتماعي بأن تجارة المخدرات وتجار المخدرات يتمتعون بحماية الأحزاب الحاكمة والميليشيات، خاصة بعد انتشار مقاطع مصورة للحظات الأولى لهروب السجناء من سجن القناة شرقي العاصمة بغداد إلى جهة مجهولة. إذا كانت الحكومات المتعاقبة جادة بالقضاء على ظاهرة المخدرات في العراق التي كانت منعدمة قبل العام 2003، لماذا لا تشدد الإجراءات الأمنية في المنافذ الحدودية وتضع قوانين صارمة لمروجي المخدرات؟ هل يعقل أن تجارة المخدرات في العراق غير مدعومة من أطراف سياسية متنفذة في الحكومة؟ طبعا في إحصائية صادرة عن مكتب المخدرات ومتابعة الجريمة التابع للأمم المتحدة في عام 2017 عن عدد تقريبي لنسبة المدمنين بين الشباب العراقي بعد العام 2003 حسب تقاريرها، كانت إحصائيات المكتب لم تسجل سوى حالتين كتجارة مخدرات في العراق فقط في عام 1970 و1990، حالتين فقط بالسنة السبعين وبسنة التسعين، هذا بحسب الأمم المتحدة. لكن بحسب التقرير اللي صادر عن مكتب المخدرات ومتابعة الجريمة، يقول بعد دخول القوات الأمريكية إلى البلاد تغيرت المجريات الأمنية بشكل ملفت وسجلت أرقام خيالية، حيث ذكر التقرير أن ما بين كل 10 أشخاص من الشباب تتراوح أعمارهم بين 18 سنة و30 سنة يدمن 3 شباب عراقيون على المخدرات. فيما بين التقرير أن من بين كل 3 منتسبين في القوات الأمنية يتعاطى واحد منهم مادة مخدرة. التقرير يعزو انتشار هذه الظاهرة، وهذا تقرير أممي، يعزو هذه الظاهرة إلى قلة المتابعة والتوعية ومراكز العلاج
في العراق، فضلا عن انخفاض نسبة العقوبة، حيث كانت في عهد النظام السابق تصل إلى الإعدام ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة. أما في الوقت الحالي فعقوبة تجارة المواد المخدرة تصل إلى 6 أشهر تقريبا، فضلا عن كون أغلب التجار مدعومين من قبل جهات دينية وسياسية وأمنية متمكنة في الدولة. التقرير الأممي أكد أن إقرار قانون مجلس النواب بمنع المشروبات الكحولية بضغط، كما جاء في التقرير، من التحالف الشيعي، كنا نتذكر هذه الحادثة قبل سنتين، وبشكل مقصود زادت عمليات المتاجرة بالمخدرات لصالح أحزاب التحالف. طبعا يعتبر العراق بعد العام 2003 معبرا ومستهلكا للمواد المخدرة، فيما كان في السنوات التي سبقها قبل العام 2003 العراق خالي تماما من المخدرات، وأصبح العراق بعد الاحتلال الأمريكي من الدول التي تستقطب أنواع المخدرات ذات المفعول القوي كمادة الكريستال وغيرها بسبب انتشار المافيات وغياب المتابعة بشكل ملحوظ فضلا عن البطالة. ورجحت الإحصائية الصادرة عن الأمم المتحدة في عام 2017 بأن 10 سنوات القادمة ستفتك بالشاب العراقي في حال بقي الوضع على ما هو عليه. دعونا نشاهد المقطع الأول الذي تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، وثق اللحظات الأولى لهروب تجار المخدرات من سجن القناة شرقي العاصمة بغداد. دعونا نتابع هذا المقطع من داخل السجن. يعني هذا أبو فالينا بحسب ما قالوا إنه هذا أحد الضباط، ما أعرف هل هذا الكلام صحيح أو لا. طبعا في المقطع الثاني بعد ما طلعوا من السجن هناك سيارة دفع رباعي كانت بانتظارهم قرب المركز، وآخرين لا يعني راحوا ركض وباتجاهات مختلفة بعد خروجهم من السجن. خلونا نتابع المقطع الثاني. يعني انتظار سيارة دفع رباعي لتجار المخدرات اللي هربوا من السجن يدل على أن عملية الهروب جاءت بترتيب مسبق وبتواطؤ من بعض القوات الأمنية كما اتهمها العراقيون. معنا اتصال أبو محمد من أربيل، تفضل أبو محمد. أبو محمد تسمعني؟ أبو محمد يبدو أننا فقدنا اتصال مع أبو محمد من أربيل. أبو عمر من السليمانية معنا، تفضل أبو عمر. شفت المقاطع؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة نعم الله. نعم نعم شفت عملية نعم. هروب كلها بس نعم. هاني يعني السلام عليكم أولا. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور عمر بالنسبة لهاي عملية الهروب يعني فاصلة، يعني هاي الاتفاقية اللي صار بين الرؤوس الكبيرة هو نقدمهم للمحكمة ويا القاضي اتفق وطلعهم براءة، يعني على شنو عمليته وفضحوا نفسهم ومدير الشرطة قالوا ومدير الشرطة ومدير شرطة بغداد ومدير شرطة الرصافة ومدير المركز على شنو قالوهم وفصلوهم والضباط، يعني هاي الأساتذة هاي يعني حتى ما يعرفون شلون يسوون فيلم هندي فيلم إيراني ما يعرفون شلون. أنت القاضي هو عادي تروح يمه يسأل علي هذا المسؤول كلهم طلعهم براءة، طلع اشتباه يابا ما عنده مخدرات،
وثانيا هذا ايران ما تقبل جيسان، ايران عمليه مسك يعني تمسك هؤلاء التجار ما تقبل بايران، ايران تزعل يعني يقول لك كل شيء ولا تاجر، امسك الموزع، امسك يعني قوم بعمليه مسك الموزعين المتعاطين هذول كلهم ما يخلص التاجر، لا لان التاجر هذا عنده اموال دولارات جتر ثلاث جتر خمسين جتر يروح يشتري مخدرات يتاجر بها. نعم زين ابو عمر، يعني معقوله ماكو شرطه واقفين بالباب يعني يلقون القبض على واحد من عندهم من الهزمه؟ وطبعا اثناء الهروب هم على اساس لازمين تسعه من عندهم بعدين. والله انسان حتى ما لازم تسعه يعني كذا راح عباس العقبه يفتخر يحكي يم الحاكم يقول لك والله ما عرفوني. لا هي عمليه بس دعايه، ترى دعايه لا اكثر ولا اقل. اما بالنسبه الى 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 إذا إذا هروبهم عاد يعني هو مبين كل اتفاق، فمنو راح يضحون فيه؟ هذا يقدر يسوي شيء، أما التصريحات حرام الجوية هاي كلها كذب بكذب، قسما بالله مثل اللي قبل حيدر عباية ونوري وغيره وباهي كلهم كذابين، هي سلسلة الكذب عندهم يا سكر يا ربي تقول كأنما ركن من رئيسي من أركان العقيدة. من اركان اخلاقهم يعني اخلاقهم هو الكذب، اما ما لا احد يسويهم هذا من اللي قام بالعمليه؟ هذا مسؤول ماخ كبير ماكو هو اللي قام فيها، هو من هم فيهم وما حد يقدر يقول لي يعني بهذا الشيء. نعم دكتور عمر. وانا اشكرك ابو عمر من السليمانيه كان معنا، معنا اتصال ابو احمد من محافظه الانبار، تفضل ابو احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شفت مقاطع الفيديو أبو أحمد هروب تجار المخدرات من سجن القناة في العاصمة بغداد؟ نعم والله شفتها أخي العزيز. زين هذا مركز لو مدرسة لو ظاهر حديقة ما تكرم حيوانات يعني الله يعني مو مدرسة يعني مو مدرسة ولا سجن. نعم ظاهر يعني أنه موضوع هذا يعني حتى بالأفلام الهندية اللي احنا جاي نشوفها ما تحدث هيك يعني المسلسلات او الافلام او يعني القصص بالموضوع شلون يعني اضاوع المنظر كانما منتسبين صاير حريق وطالعين من مركزهم مو سجناء وطالعين من الباب. ايه فموضوع اخي العزيز هو موضوع مفبرك، موضوع لهم ارتباط برؤساء احزاب، برؤساء يعني رؤوس كبار، يعني رؤوس كبار من الحكومه من حكومه الفساد. فوجب الامر انه يتهربون من سجن القناه. نعم ولذلك يعني تشوف الموضوع انت تشوف الموضوع انت تواطؤ متعمد. نعم تواطؤ متعمد لان قلت لك هو اكو تورط رؤوس عفنه اجلكم الله كبار مع هاي العصابات، لانه ان بقيت هاي العصابات المجرمه في السجون اولا تجارتهم هي المخدرات تخسر، ثانيا دولة يعترفون عليهم ولو هم ما يهم حتى اذا اعترفوا عليهم، لكن تعرف انت حاليا اكو من بعض الضباط يعني شويه الغيره صارت عندهم، قاموا يلقون قبض على هيك ناس وقاموا الضباط يعني يلبون سجن. اي جوز دولة تجار ثانويين بالضبط، يعني هم دولة يعني الممولين الصغار يعني دولة اللي موزعين نقول الموزعين دول اللي تجار اللي بالوسط السوق يعني شلون نقول على المقاهي على المنتزهات تعرف هذا الامر. فهناك يعني تدري اكو امر ثاني، الامر الثاني تواطؤ من قائد المركز او عامل مركز الشرطه اللي موجود مع المنتسبين، والظاهر يعني المركز مخلي من المنتسبين يعني اصلا ما بي منتسبين يعني طلعتهم من الباب. نعم اصلا لا كسر لا شيء بالباب مباشره وطلعوا للشارع. ماكو اكو تصوير ثاني نزل على انه هذا الامر، وتحداهم يطلعون تصوير ثاني انه شلون هربوا من باب السجن او طلعوا للشارع. يعني لحد الان تجي اشوف من البارحه لحد هذا اليوم مقطع واحد نزل هو داخل هذا الممر اللي ممر السجن، يعني شلون تقول ممر الداخلي للسجن، فهي صوره واحده طلعت. فاحنا نقول هذا هاي نقول للناس نقول لهم يا ناس شوفوا هاي الحكومه حكومة الأرجنتينية اللي تسوي هيك عصابات مافيات اللي تفسد المجتمع تفسد شبابنا
اللي يعني ما يوصفون ما توصف عليهم من اوصاف فهي قليله بحقهم. نعم يا اخي العزيز ما نستغرب، هاي ما نستغرب بها، هاي مو غريبه، هاي الامور مصارف باقوها، مجاوات حكوميه حرقوها، بقت على مود انهم يهربون سجناء. شفت الضابط اللي علي الشياع اللي سجنوه اللي لزم مهرب ايراني ومعمم، ها فصار بي شنو اللي يواجهه حكم 3 شهور سجن على هيك يعني شيء بسيط بدون بدون سبب، لانه القى القبض على شخص مهرب ايراني. نعم. وطلع هذا الشخص الايراني من رؤوس الكبار للتجاره المخدرات. نعم رجل ايراني. نعم انا اشكرك ابو احمد الانبار. معنا اتصال ابو طه من بغداد، تفضل ابو طه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلون تقرا الموضوع ابو طه؟ شلون تشوفه؟ الامر متعمد وصدق هم قدروا ينهزمون من السجن؟ لا والله استاذ عمر هاي خطه مدروسه. نعم خطه مدروسه. يعني تتوقع انت احد المراكز ما بي حراسات حرس خفر ما بي حراس بالباب بالمركز ماكو زين، بس هاي خطه مدروسه زين ومتفق عليها. شنو يطلع ضابط خفر طرق الملابس الداخليه يركب؟ شنو هالوضعيه هاي؟ زين وايران ما تقبل ايران ما تقبل اي مواطن يمس تجار المخدرات. زين يلزمون اللي يوزع بس ما يلزمون التاجر. نعم التاجر مستفادين من عنده بعلم الحكومة العراقية سعد عمر وانت سيد العارفين. زين فهاي خطة مدروسة ومتفق عليها، وسد بيطلعون تحقيقات ولجنة وما اعرف شنو كل شيء وصير بها إحالة لجنة فأخر عليها السلام. نعم زين شكلوا اللجنة كتابنا وكتابكم وصمتموها وأبوك الله يرحمه. نعم زين فكل شيء يصير به لجنة أسف هذا الشيء متفق عليه من قبل جميع الدولة مو من شخص وشخصين، من جميع الدولة نريد نسميها الدولة العراقية شئنا أم أبينا. نعم نسميها الحكومة العراقية. زين فالشغلة هي متفق عليها بين ليش وياهم مثل عين الشمس والشمس ما تغطي في الغربال. نعم زين أنا أشكرك أبو طه من بغداد كان معنا. معنا اتصال أبو عمر من الموصل، تفضل أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أنا أحيي قناتكم المفضلة. حياك الله يا أهلا بك أستاذ. البرنامج اليوم عن هذول المخدرات اللي طلعوهم من السجن صح؟ انهزموا وي من السجن أستاذ. والله ما قلت انهزموا، هي الحكومة الفاشلة هي اللي طلعتهم. نعم يعني مبينة ليش يا شغلة هذول الضر مخدرات وهذه طلعوهم واللي عمره 15 سنة مسجون وبتهمه غير تهمه ما ذاك يا خطير السود بالسجن، بس هذول عبم مخدرات وفلوس يجوز الله على مرشه وهاي الحكومة التعبانة وطلعتهم. نعم فأستاذ هاي حكومتنا يعني تعبانة والله العظيم. تعال شوف أستاذ وضعية خايسة بالموصل حيشات حيل مو شو من كان، وما هذول مخدرات حتى ينشرون الفساد بالمحافظات كلها هذول يفيدوهم، اما غير واحد لا والله يخيس بالسجن وما يطلعوه ولا يفكرون به. زين ابو عمر هم اكو مخدرات في الموصل حسب معلوماتك؟ نعم استاذ اكو منطقه الخضراء شقق الخضراء مليانه استاذ، مدينه الموصل يعني يجوز ما تعرفه او سامع بيها مليانه مخدرات ومشروب يعني اشكال استاذ اشكال بيها منطقه شو اسمه شقق الخضراء بالموصل ووادي حجر بالموصل نفس الشيء يعني. زين الحكي يتداول منو اللي يروج هاي المخدرات بالموصل؟ من المسؤول عنها؟ وين القوات الامنيه عنها؟ اي نعم استاذ طبعا هي عجل غومه العوام، هي القوات الامنيه وحده وهي القوات الامنيه 100 كلها ايرانيه يعني طبعا هي من طريق ايران تفوت هاي الشغله علينا. ولمين تجينا؟
الميليشيات استاذ، هاي الميليشيات الساعه هي يعني اذا ماكو مخدرات الساعه اي واحد جدي بالشارع اذا ما يقبل السيطره ما يبلع له حبايتين ثلاثه ما يقدر يقوم. ايه استاذ مخدرات مليانه الموصل والله، بغداد هم نفس الشيء يعني. انا من الموصل وعد اخابرك يعني والله العظيم وعد اشوف بعيني مصيبه. فهي الحكومه استاذ الحكومه نعم. ما تعبانه اساسا تعبان. نعم أنا أشكرك أبو عمر من الموصل كان معنا. نقرأ بعض رسائل واتساب يقول يعني أدري فرضا ماكو بالسجن أمن، أدري هاي السيطرات الموجودة كل 100 متر اللي على أساس خلوها لحفظ الأمن والمراقبة، شنو موضوعها من الإعراب؟ يقول والله مهزلة. معنا اتصال أبو حيدر من الفلوجة، تفضل أبو حيدر. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك حياك الله. أولا بالنسبة لهذا أمر الموضوع هي عملية تهريب مو هروب. نعم ما تفرق بين هروب وبين تهريب. الهروب اللي يهرب يقدر شلون يهرب يهرب، بس هذا تهريب إن شاء الله مخبرة كان مبينة مخطط ومعروفة مدبلين وكاشفين وطلع الله إن شاء الله. بس أخي إن شاء الله مو هاي اللي هم أستاذ عمر. نعم أخي اللي خلصته من شارع العراق يخليه يحس تجار مخدرات السياسيين إذا القتلة والعصابات والمافيات مدعومين من السياسيين، إذا الميليشيات والقتلة كلها تابعة للأحزاب الدينية والسياسيين. في بس عند السلمان شو وقت الشاب العراقي يحج؟ مش وقت يحج على وقته؟ يعني معقولة اللي يحكم هذا البلد تجار المخدرات والقتلة والفاسدين والعصابات وشكوا نقطة سوداء حياة البشر بيديهم. يعني أنا هذا اللي يهمني، هذا اللي يهمني العراق والعراقيين. يعني ماذا يحسون؟ يعني ماذا يقول؟ يعني أنا معقولة سياسي فاسد حرامي مرتشي تاجر مخدرات خليه يحكمني؟ هاي شغلة دين. الدين علماء الدين يعني شنو موقفهم؟ المرجعيات يعني أنا ما أدري. إحنا كل ما في زاوى وقال المرجعية وحكى المرجعية وقال المرجعية يعني المرجعية شنو دورها؟ يعني ما أدري. أنت المجرم قدامك مبين تاج المخدرات اللي ملتزمة سياسي، أنت شنو دورك بالمرجع؟ يا أخي العراقي لا حول ولا قوة، ما بيجي شيء غير الزوج بس يا الفقير ما بيجي لا حول ولا قوة. نحكي يدخلونا بالإرهاب ويدخلونا أنت قدام أنت بعد. يعني انت منجع الدين ومتعاذف امام الله. يعني باكر اكبر يحاسبك رب العالمين يقول لك انت شفت الظلم وشفت القتل وشفت الفساد وساكت يقول لي يمسك على حق الشيطان اخرج. فانا ماذا عندك يعني شو وقت هاي العالم تحز؟ شو وقت المراجع تحز؟ يعني حج يا اخي انت ما تقول هذا الشعب العراقي هذا شعب مظلوم. شنو الذنب يدفع الاثمان هاي؟ على مود شله حاكمه فاسده كلها ماده زبانه. هاي نقطة. نعم. اثنين انا بسأل بالزمن النظام البائد اللي يحكون فيه. يعني احنا ما كنا نسمع اسم المخدرات في جزء العراق ما يعرف. ما نسمع تجار مخدرات ومخدرات. يعني هسه صارت المخدرات أكثر من المخدرات أستاذ عمر. نعم. تجارة المخدرات أكثر من الزرع. وهذا كله فضل الجمهورية الإسلامية. الجارة السوق اللي يحمدون بيها. وانا اشكرك ورحمة الله. نعم انا اشكرك ابو حيدر من الفلوجة كان معنا. رسالة يقول فيها استاذ عمر هو البلد كل سرقوه هي بقت على المخدرات، مع الاسف على هذا البلد اللي تحكمه العمامة مصير القمامة كما يقول. طبعا لا طبعا موضوع المخدرات جدا جدا حساس وخطر ويهدد المجتمع، يهدد صحة المجتمع. فامر صراحة يجب ألا نستهين به. طبعا مجلس أو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد حملت مديرية شرطة العاصمة مسؤولية هروب 15 الموقوف من سجن مركز شرطة القناة، وعضو اللجنة محمد الرباعي قال بأن الشرطة تتحمل المسؤولية الكاملة عن هروب عدد من موقوفي سجن شرطة القناة شرقي العاصمة كون السجن تابعا لعمليات شرطة بغداد، وأشار إلى أن المسؤولية يجب أن تقع على عاتق الجميع بهذه طريقة الهروب، ويجب الكشف عن طريقة الهروب والمتورطين
بتهريب السجناء. طبعا وزير الداخلية قام بإقالة مدير شرطة بغداد علي الغريري ومدير شرطة الرصافة ومدير قسم مركز باب الشيخ، فضلا عن حبس عدد من الضباط بسبب هروب السجناء، وهم من كبار تجار المخدرات من مركز شرطة شرقي العاصمة بغداد. نعم، معنا اتصال أبو مصطفى من السويد. تفضل أبو مصطفى. السلام عليكم أخ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. تحية لك وتحية القناة الرافدين وللمشاهدين. حياك الله، يا أهلا بك. والله أخ عمر يعني اليوم جبتوها بفيت، يعني سبحان الله. هذه الحادثة قبل سنة ونص بالضبط. نعم. إجا عراقي من العراق طالب لجوء هنا، التقيت بيه. فشنو شغلتك شنو هاي؟ قال أنا أشتغل بالكرادة أقمار، يعني الروليت وما روليت وهذا. نعم. فسولف لي قلت له منو مسؤول علي هزين انتو هناك؟ ما تخافون من يعني دولة شرطة كذا؟ يا دولة عمار الحكيم مسؤول علينا شنو؟ يا احنا دولة عمار الحكيم احنا نشتغل للقمار، يعني هو واحد مستلمنا الروليت مروليت بالبيوت اكو تلقانات حشاكم. نعم. موجود مسؤول عليها عمار. هذا شنو اجى زيارة للسويد ابو مصطفى؟ لا طالب لجوء. اسمع هاي الشغلة طالب لجوء يعني نعم. طالب لجوء. نعم. فقال لي اني اشتغل وياهم الم الدخل شغلات زايده ناقصه مثل بودي جارد شغلات، فاتصالنا كله بعمار الحكيم. فاحنا عمار مسؤول على شقق مار موجود بالكراده روليت اكوروت ويانا هم ناس مثل عصابات يعني مافيات يجيبونا والحشيشه. قلت الحشيشه هم تبيع؟ قال لا الحشيشه تابعه للعصائب مو لنا، احنا على القمار يعني العمار للقمار والحشيشه هذا ابو العصائب اهل الباطل قيس الخزعلي. زين فقال لي انهزمت اني لان لزموا وانسجنوا. فقلت هذول مين؟ قال لي هذول كلهم تابعين للميليشيات العمار الحكيم والجماعه هذا ابو العصائب. نعم. فهذول اليوم فمسجونين، فجماعتهم يطلعوهم شلون؟ فعمليه فاشله خرجوهم وسيارات تنتظرهم طلعوهم، يعني شلون فتشين يعني هاي لو بغير عالم لا قائد شرطة يبقى ببلد لا يبقى مثل مدير شرطة كلها تطلع المفروض. فهي هاي حكومة ميليشيات، يقول لك ليش هي هاي حكومة ميليشيات حكومة قتلة. وهذا الرجل هو سبحان الله اجى اشتغل نفس الشغلة هنا نفس الشغلة شبيه الشيخ منجلب إليه. نعم. يعني اجى منك اجى هنا يشتغل نفس الشغله بعد ما شفته اني، بس هو سولف لي بوقتها حدود اكثر من ساعتين شلون يشتغلون شلون عمار الحكيم مسؤول هذا القمار شلون ابو العصائب مسؤول على الحشيشه. فهذول اشتغلت من عندهم يا ابو خطاب. اني بس اقول شغله واحده، يا الشعب العراقي يا الشعب انتم شعب حي، معقول هذول هيك ناس يقودوكم اليوم ما تحسون ما تفكرون ما تقولون خاف على اولادكم على نساكم على شرفكم على البلد؟ وحسبي الله ونعم الوكيل اخ عمر ما بدي اطيل عليك يا اخوي. تفضل ابو مصطفى. اني اشكرك ابو مصطفى من السويد كان معنا. مصطفى السيد من مصر، تفضل مصطفى. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. اهلا بحضرتك، احيي حضرتك واحيي علمائنا واساتذتنا ونحيي المقاومين الابطال ونحيي اهالينا في جميع المحافظات العراقيه من جميع الاديان. حياك الله. يعني براءتنا من الخونه واللصوص وتجار المخدرات، لا هم اخواتنا ولا نعرفهم ولا نعترف بهم اصلا. فاما سيدي بالنسبه لهروب المساجين من السجون، ده تليفون جه من النظام الايراني لعصابه النصابين اللي بيسموا نفسهم احزاب تجار الدين الخونه. قالوا نعم. تليفون بان طلعوا الرجاله بتوعنا عشان الشغل هيقف خلاص. فيعني يا عم دي مش عمليه هروب، دي مدبره بليه. والدليل شوف المعمم الايراني اللي كان جايب ماده الزئبق وظابط عراقي عنده شرف وعنده كرامه مسكه وبيطبق شغله وبيطبق القانون عمل فيه ايه؟ فيا عم العمليه كلها اصبحت تجاره، ده اصبحوا مافيات بيصدروا للدول العربيه كلها يا عمي، بيصدروا لمصر وللسودان وللخليج ومافيات ولبنان معروفه القصه. فدول يا عمي ما منهمش رجل، ونحمل كل الجرائم ديت للامريكان. الامريكان يتحملوا المسؤوليه الاخلاقيه وقتل الشعب العراقي والشعوب العربيه. فيا عمي النظام الايراني والصهاينه والامريكان عاوزين يدبحونا، هي دي كلمه واحده، ده كلام واقعي حقيقي. عايز تعمروا اوطاننا لو كملنا على هذا الوضع وتمت هذا الاوباش العصابات كلها تقود العراق بقضوء الى الجحيم والى القتل، فهنضيعه. فالنهارده يا عمي نطالب كل انسان عنده حتى شرف، خاف على مستقبل ابنائك يا اخي،
خاف على مستقبل ابنائك اللي بياكلوا من المزابل يا اخي. بص للعالم حواليك، انت اغنى دوله في العالم وتحكمك شويه عصابات ونصوص يا اخي. يا اخي حتى خليها عمل انساني، حتى الشعوب تحترمك. النهارده بص شوف الشعوب اتعاملت ازاي، ومن قبل كانت النمله تديك التحيه. يا اخي عصابات دي لا يمكن تنفع يا اخوانا. يا اخوانا هناك غض طرف على الجرائم في العراق، حتى بالنسبه للحكام العرب يا عمي والله بيبصوا الطرف، يعني شايفين الجرائم والقتل ما سمعناش تنديد، ما سمعناش مقاطعه مع العصابات دي. مش حكومه اللي يحط ايده في ايدين دول يا عمي يبقى خاين للوطن العربي، دول يا عمي لازم يقاطعوهم، لازم الدول العربيه تطرد وتقطع العلاقات الدبلوماسيه مع العراق نهائيا. لما يقبلوا حكومه شرعيه يبقى فيه ممثلين عن الشعب يا عمي، لازم نعملوا مقاطعه مع النظام الايراني يا عم. هنبيعه، هنروحه في الفتاكونيا، هننتهه لو ما اتحركناش، وان شاء الله هينقاتل العراق باذن الله، وهيتحاكموا وهيتحاكموا الخونة على خنايتكم للوطن وقتلهم للابرياء وعيشتهم تحت ادلاء مذلولين مهزومين تحت النظام الايراني العنصري الطائفي. وانا اشكر حضرتك. انا اشكرك مصطفى السيد من مصر. طبعا تصريح سابق لقائد عمليات محافظة البصرة يوضح به بأن 80% من المخدرات الموجودة في العراق هي قادمة من الجارة إيران، إيران مو الأرجنتين. خلونا ناخذ هذا المقطع ونرجع لكم. اللي علينا كشرطة وكأجهزة أمنية رسمناه وحددناه وحصلنا موافقات وزارة الداخلية وقيادة العمليات المشتركة للشروب عمليات كبيرة لغرض تأمين الحدود الممتدة بمسافة أكثر من 94 كيلومتر مع الجانب الإيراني من خلال شط العرب، وكذلك بقية المناطق. أعلن هنا وبكل صراحة أن المخدرات التي تأتي إلى البصرة بنسبة 80% من الجانب الإيراني و 20% من بقية المنافذ بما فيها الكويت من خلال الحبوب الخاصة. نعم 80% من هذا تصريح سابق، وإحنا نأكد عليه بما أنه الموضوع حول هروب السجناء وهم تجار للمخدرات وحول استفحال ظاهرة المخدرات في العراق. وفي مقدمة الحلقة تحدثنا عن إحصائية لمكتب مكافحة المخدرات ومتابعة الجريمة التابع للأمم المتحدة بأن كل ما بين ثلاثة ما بين 10 شباب في العراق هناك 3 من المدمنين على المخدرات، وكل 3 من القوات الأمنية هناك 1 من المدمنين على المخدرات. فكارثة، الأمر كارثة. احنا اليوم 80% فقط من البصرة ديجي من إيران المخدرات. وتصريحات مثل ما شفنا حاكم الزاملي في البرومو اللي قبل الحلقة، تصريح كذلك سابق بأنه هناك جهات سياسية وأحزاب وشخصيات كبيرة في الدولة هي من تشرف وهي من ترعى تجارة المخدرات في العراق. معنا اتصال، في اتصال. زيد من بغداد، تفضل زيد. زيد انقطع الاتصال مع زيد من بغداد. تصريح آخر ولكذلك قائد عمليات البصرة اللواء فليح يتحدث فيه بأن يجب إعادة عقوبة الإعدام لتجار المخدرات كما كان في عهد النظام السابق، وكذلك تحدث بأن العراق لا يملك مصحة رسمية تابعة للحكومة لمعالجة المدمنين على المخدرات. خلونا نشوف تصريح قائد عمليات البصرة. فلا بد من العودة إلى التشريع السابق، عقوبة الإعدام تقر للتجار العمالقة للحيتان الكبيرة ومن يغطي لهم ومن مسؤول عنهم ومن يستخدم لهذا الغطاء. هذا جانب مهم. أما المتعاطي ما نتحدث عنه. أنا أول ما قلت هذا ضحايا الإرهاب، نأخذ مصحات نطيبه نعالجه نطلعه نسوي له برامج خاصة. وإن كان مع الأسف إحنا بالعراق ضعيفين، لا بل أضعف دولة بالمنطقة في موضوع المصحات. عندنا دول مجاورة عندها 100-150 مصحة، هذه مصر، هذه إيران، هذه كل الدول. إحنا ما عندنا مصحة لحد الآن رسمية بالعراق. نعم زيد من بغداد يعاود الاتصال بنا، تفضل زيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك دكتور عمار. حياك الله، نشرف بيك ونشرف قناة الرافدين. احنا طبعا حياك الله يا أهلا بيك. شكرا جزيلا على توصيل مع أخي ونقل هموم. الله يسلمك، تفضل أخي. والله بخصوص هروب السجناء، نعم هذا شيء معروف
في مع ثم درب الهروب ها. نعم. ولا استفاد منهم شغلات مالية أو يدفعون مبالغ ويهربون. فالحكومة لها الضلع الأكبر بهذا الشيء. يعني سجانينها في الشغلة أستاذ عمر. هم وراء هذا الشيء والمتهم أو المسجون البريء يروح يعطل بالسجن وما حد إلا الله. نعم. بس المجرم القاتل والمليشياوي هذا من الصبح يطلع ما حد يعني ما حد يسوي يعير له اهميه بالسجن. نعم. يطلع من الصبح هذا مبالغ ماليه موجوده، المخدرات موجوده وما شاء الله العراق صار منفذ للمخدرات وحتى يزرعون به. مع الاسف والله. استاذ عمار يعني معاناتنا احنا. نعم. تصير هذا مجتمعنا انتهى من حلت الناس اخلاقيا وقيم ومبادئ ما والله يا استاذ عمار. ونشكو امرنا الى الله يعني. يعني نعم. شو يسوي له بهذا الظرف؟ ظرف قاسي يا استاذ عمار، ظرف قاسي. نعم. والله يا استاذ عمار يعني احنا وضعيه العراق بس الله يخلص. ونعم بالله. نعم. استاذ عمار يعني الحكومة لو تريد تقضي على هذا الشيء تقضي عليه، بس الحكومة هي رايدة هذا الشيء من أجل تحقيق الشباب وتحقيق عدد من الشباب بهذه المخدرات وهذا السموم ورواج تجار المخدرات بالعراق حتى يقضون على الشباب وما يبقى أحد يطلع طبعا. نعم. شباب مخدرات ومهلوسة وما أي حلو أي. نعم. أنا أشكرك أخي زيد من بغداد. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. هذول الطلاب شو قاعد يعبرون شلون؟ هذا حال الطالب العراقي. اهلا بكم من جديد، معنا اتصال ابو طه من فنلندا، تفضل ابو طه. السلام عليكم. حبيب. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. شلونك يا خلاجي؟ حياك الله يا اهلا بك. حبيب قلبي على موضوع حلقه اليوم. نعم. المخدرات والسجناء اللي هربوهم. نعم. عمي ذولا تابعين ايران وذولا السجناء اللي هربوهم هم نفسهم البرلمانيين واللي بالحكومه هم نفسهم تجار المخدرات. يعني قاعد بالمنطقة الخضراء وهو تاجر من المخدرات. نعم. يعني هم قاضين هاي سمسرة كله يدمرون الشعب العراقي ويدمرون الشباب. نعم. لإرضاء إيران وأطماع إيران. نعم. زين أبو طه. يعني نسبة المخدرات يوم عن يوم وشهر عن شهر وسنة عن سنة بازدياد. ونسبة تعاطيها بين الشباب بازدياد، ونسبة التجارة مالتها بازدياد، ها؟ الحكومة لا هي مثلا واضعة خطة وتقول يابا احنا في سنة مثلا 2014 او 13 او 12 كانت النسبة مثلا هلقد واليوم احنا خفضناها وتم إلقاء القبض على هلقد تاجر مخدرات، ولا هي مرجعة مثلا حكومة الإعدام او عقوبات صارمة بحق من يتاجر بالمخدرات، ولا هي مسوية مصحات حتى تعالج الشباب المسكين العاطل عن العمل، ها؟
اللي يتعاطى المخدرات، طبعا هو مو عذر، احنا مو نلقى مبرر للشباب حتى يروح يتعاطى المخدرات، لا ابدا، ولكن كل دوله لازم تكون عندها مصحات حتى تعالج المدمنين على المخدرات. احنا الجماعه عندنا بالعراق ولا وحده بيهن، يعني نوبات مثلا تطلع يطلع خبر والله تم القاء القبض على كذا حبه كريستال، على كذا حبه مخدره ما ادري شنو، والمجرم منه ما تعرف من هو المجرم، اللي التاجر اللي روج هذه المخدرات حتى يمكن ما يطلع وجهه ولا يقول لك هذا منه ومنه يدعمه. شو نفسرها هاي؟ عمي هذه نفسرها، هذه هم نفس التجار المخدرات. حكومة نفسها هي اللي تعد تحكم البلد ودمر البلد، هم نفس تجار المخدرات والمعممين. يعني قبل فترة هاي المعمم الإيراني مو قضبوه وتاجر مخدرات وزيبر وسجن الضابط من وراه. نعم. سجنوا الضابط وعفوا المعمم البطاطي يهدد والاخ يهدد الضابط العراقي. نعم. لانه شريف ويحب بلده. نعم. هذول هم نفسهم تجار، هم نفسهم يعني المعممين والبرلمانيين. نفسهم الحكومة نفسها. نعم. أنا أشكرك أبو طه من فنلندا، كان معنا اتصال من بغداد أم عبد الله. تفضل يا أم عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أهلا بك، يا رب يحفظك ويحفظ كل العراقيين الشرفاء. آمين يا رب. أستاذ، إذا إحنا نجي عن الواقع اللي بيعيش العراق هسه في الوقت الحاضر، أول شيء إحنا ما عندنا دولة، ثانيا إحنا الدولة المرتبة 12 من دول الفساد، زين، وبعدين أنت قيس ما بين النظام السابق، أنا ما أحكي عن عن صدام وإنما عن النظام السابق وعن سيادة العراق وعن الشيعة الشرفاء اللي كانوا لازمين مراكز الدولة مثل سعدون حمادي، عصام الكلبي، البطاقة التموينية نسيت أذكر اسمه، والمجلس نعم أسماء كثيرة مصر. نعم زين، أمور كثيرة زين، هسه إحنا بين الشيء شيء فشيء مميز لهاي الحكومة ماكو. زين أنا اللي أعرفه إنه هذا التهريب ليش؟ لأنه إحنا أضعف منطقة بالوطن العربي وآسيا صرنا. ليش؟ لأنه هي إيران خلتها وإسرائيل وأمريكا إنه نكون بهذا الشكل، دمروا شبابنا بالمخدرات. اثنين، إن التهريب هذا مو هروب وإنما هذا مضبط ومثبت كما فعلوا سابقا في نظام نور المالكي من قام بعملية تهريب القاعدة من سجون البصرة. نعم. ودوهم إلى الأنبار، تهريب السجناء والمجرمين في سجن الأحداث. يعني تشوفين أمر متعمد تهريبهم؟ أكيد أكيد، لأنه هم هاي السلة اللي جدي مع الاعتدال للشرفاء هم ساقطة أعتبرها وخارجة على القانون. ليش كان صدام كنا الواحد يطلع عن القانون إذا كان مخدرات، إذا كان قاتل، إذا كان يلعب بكرة الشعب كان يعلق بالمشارق. أنا أشكر شو عبد الله من بغداد كانت معنا اتصال كذلك من بغداد علي. تفضل علاوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أخي الفاضل؟ حياك الله يا أهلا بيك. الله يسلمك حبيبي. هاي الشغلة هي مدروسة في دولته. نعم. إيه الجماعة يجيبونهم من هناك يدخل من الحدود، هنا يتلقونهم بالمنافذ الحدودية، يتوزعن. يا أخي تعال شوف بغداد، تعال شوف بغداد، ناس خدرانة، ناس خدرانة، هم هذا اللي يردونه، هاي العمامة هي تريدي. زين تسمعني؟ أسمعك علاوي. نعم أخ هم يردونها، هي يردون، هم هاي العمامة يريد يخدرون الشعب يبقى خدران، ما يدري تدخله وشعوب بدوامة طائفية ما نتحت عندهم. زين احنا الانسان ما له قدسية بالعراق؟ ايه؟ الانسان بالعراق ما له قدسية؟ لا لا لا، ما يحسبون ليش حسابات وداعتك. نعم. ليش ما يحسبون لحسابات؟ ليش ما يحسبون؟ اخي هم دولة حتى مو على الدبابة اجوا، اجوا ورا الدبابة الامريكية، فاجوا يدمرونك انت ويدمرون عائلتي ويدمرون عائلتك وعائلة فلان وكذا، ما يهمهم طائفة منين، ما يهمهم، يهمهم مصلحتهم ومصارفهم اللي برا والحسابات مالتهم، انتهت
العراق الى حيث ما يردونه. بدول تعال شوف انها بغداد بدول تعال شوف بغداد ناس خدرانه من انواع المخدرات تريد موجود وعلني. نعم زين واتحداك تحاكي لك احد تقول له هذا عيب او حرام او ممنوع. نعم ثاني يوم يجون والله احنا نسميها احنا يسمونها ثاني يوم يجون يطلبونها. نعم زين ما يفيد الحكي وداعتك ما يفيد وياهم. هم ناويين على خراب البلد انتهت. هذا ملخص الكلام. لا حول ولا قوة الا بالله. يطلع لك اعمامه يروح لك مشي للحسين. نعم. دجال كذاب. أنا أشكرك علي من بغداد وعذرا على المقاطعة على انتهاء وقت البرنامج. نقرأ آخر رسالة يقول فيها أخ الفاضل بين قوسين يريدون يخدرون الشباب حتى يدوم حكم الإعمامة بهذا البلد وكل شيء ممنوع يدار من قبل الإعمامة من صلاة القمار وبيع المخدرات. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.